عسلامة، شنحوي لكم إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم أسعد الأيام. اليوم جبت لكم وصفة مزيانة إن شاء الله يا ربي تعجبكم، باش نعملوا مع بعضنا الخبز. خبز بنين برشا خاصة لفطور الصباح، ونعرف هكا كل مرة تحير في فطور الصباح. جبت لها طريقة سهلة للخبز، العجينة تنجم تستحفظ عليها، وفي نفس الوقت زادة حتى من الخبز يقعد هشو وشكة وبنين. هني حطيت لكم توا المقادير قدامكم، المكونات، وباش نقول لكم عليها، وبإذن الله زادة نحط لكم فك صندوق الوصف. بالنسبة للمكونات بسيطة راهو ومزينة برشا. عندي اليوم باش نستعمل بودرة الحليب، اللي ما عندهاش بودرة الحليب تنجم تعوضه بالحليب العادي. واللي باش تسأل في تونس معناها على بودرة الحليب، ديما تلقاوها اللي يبيع، نقولوا احنا بالجرول الباتيسيري الحلويات هذيك، يعني خذيته من عند الرئيس يبيع الحليب البودر كيما هكا. تاخذوا هكا كمية تشدكم ما تشدكم، وتستعملوا في برشا حاجات في العجين، في برشا حاجات. باش نستعمل كاس 60 غرام اكا هو حليب البودر، وكان باش نستعمل حليب عادي استعمل 100 مليلتر ويبدا دافي. باش نستعملو زيدا مغرفه كبيره نتاع ماكله سكر، ونصف ملعقه صغيره ملح. اليوم باش نستعمل في الخبز نتاعي القشطه، قشطه الطازجه بالعربيه، وكريم فريش بالفرنسي. نحكها كامله باش نستعملوه، تهشهشوا هكا ويجي بنين. وعندي الخميرة الخبز، باش نستعمل ملعقه كامله خميره خبز، معناها بالضبط 10 غرامات. ها، وباش نستعمل مغرفه زبده، معناها 50 غرام زبده. اكل المغرفه هذيك باش نستعملوها من بعد. نقول لكم وقتاش نحطوها. لا دايما باش نحطو في وسط العجينه نتاعنا زوز مغارف بركه زيت نباتي، زوز مغارف كها. وعندي ماء دافي بالطبيعه باش نعجن به، وعندي 300 غرام فرينه باش نحطهم كان معجينتي. تستحق اكثر نزيدها انت والفرينه نتاعك، المهم تبدا عجينه هكا متماسكه ومزيانه. توا باش نبداو بطريقه التحضير العجينه نتاعنا. هيا نبداو بسم الله. لهنا حطيت الفرينه نتاع 300 غرام فرينه، وكيما قلت لكم البنات اللي تلقاها ناقصه فرينه تزيد على روحها من بعد، خاطر كل واحد والفرينه نتاعو. لهنا ساهله باش نحط كل شيء مع بعضه، مانيش باش نتعب روحي. ما علي الزبده نتاعي تنقول لكم وقتاش نحطها، اش باش نحط لهنا، باش نحط لك السكر، السكر والخميره وكل مع بعضه كل كل. وباش نحط الخميره، استنى وين المقص، ها حطوا الخميره نتاعنا. وكل هالقشطة هذية اللي باش تهشهشها تردها تشرخ. تنجم تعوضها بالياغورت الطبيعي، حتى الياغورت الطبيعي يعمل حويجة باهية راه. وكل 60 غرام حليب، يعني 60 غرام حليب باهي. هالحليب هذايا يشرخ، نستعملوه في العجين، شريوها باهي. شكايرة قد شنية معبية، باش نحط كين زوز مغارف خاطر زيت نباتي، زوز مغارف كبار نتاع ماكله خاطر باش نستعملو زبده. برك العظمه نتاعنا باش نحطوها لهنا، نركبها شويه وبرا نس فيها البركه، تقعد كان الزبده. طيب باش نحطها في العجينه، واللي ما عندهاش عجينه بيديها هكا بنفس الطريقه. والماء دافي، عاد الماء دافي مش سخون ومش بارد كالعاده كيما ستانلس طوبيه. هاي نمشي نحط ماكينتي في العجينه، ونبدا نصب شويه ماء، نجي في النص باش نحط الزبده هكا هاو. نخسرو حد شيء، كملنا باش نحطها الساعة نعمل لها هكا، نقولو تبسبيسة الاولى قبل ما نحط الماء. ما حطيتش الضو، راني حطيت توا الضو نسيتو. بسبسها ونرجع لكم، تريفو برا ونبدا نزيد في الماء. لهنا حكر، نقولوا احنا كاس ماء زبده، شفتوها كيفاش جاريه، عم نوريها لكم. طيب واش نبدا نزيد في الفرينه لين تولي لي عجينه. انا ريت كيفاش جاريه، عرفش نخليها توا نحطها على روحها، ونبدا نزيد توا في الفرينه. صبولها كويس ماء، حشتنا بها تبدا جاريه، يلزمها هكا تبدا جاريه شويه، ونبدا نصبو توا في الفرينه لين تتلم العجينه طريف بالطريف. لهنا كيف نشوف العجينه نتاعي في النص كيما هكا، شفتوا الخليطه بدات باش تبدا تتلم بشويه. وقت نصب عادك المغرفه في الزبده في وسطها، نبدا نقطع ونصب الزبده نتاعي هكا هاو.
ونعمل لها ضربة أخرى وزيد نكمل نزيد نصب الفارينة باش تتلم العجينة. شفتوا محليها شرة لهنا عجنت العجينة بتاعي مليحة مليح عاد نجم حتى من غير ماكينة. شوفوا محليها كيفاشها رطبة ومزيانة. شوف شنعمل حطيت قطيرة زيت راهو في الشقالة قطيرة بكا مش برش باش كي تخمر تخمر في زيتها. وشوف شنعملولها نحطوها توا تخمر دوبا ما يضعف الحجم متاعها استعملوها فوت وراها وخليتها تقعد تخمر في عقلها مش باهي راه تعطيكم تقرميشة وتديابسة. حضرتك الشقيرة نتاعي نحط فيها الماكلة نتاعي غطيوها باللي تحبوا ماني باش نغطيها فرد المرة بس لا باش تعطيني هكا نقولوا احنا تخميرة تشرح. نغطيها توا كيما هكا ونمشي نحطها في الفور تخمر في عقلها مش نطيبها مش نخليها تدفى في بلاصه دافيه. هاي نرجع لكم توا كي تخمر العجينه نتاعي. لهنا عجينتي تخمرت وتوا جاهزه للاستعمال. شوفوا محليها نخرج منها ساعه الهواء قبل كل شيء ونخليها في نفس الشقاله ونقسم على اثنين نبداو بالطريف بالطريف نقسم الساعه هذوني طريف اللي هي حاجتي بيها. كيما قلت لكم العجينه تخبيها وما يجرى لها شيء تقوم الصبيح تعاود تعمل واحده اخرى. نغطيها هذه ونخليها مش عليها اش بقى عندنا لهنا فرينه شويه فرينه رشوه منكثروش برشا شدك اي برالولة كيما هكا باش نعمل مخبزات صغار حلوهم بالقلقع. باش نعملها هكايا بالشكل هذايا هلا ما يصيرش الرهفة كيما تحبوا نتوما باش نجي هكايا بالسكينة المشرفة اللي عملت باش ونبدا ندور لهنا باش تجيني كي التدويرة هذيك تبدا مورقة من داخل العجينة ونبدا ندور وكا التشريفة هذيك جست للزينة وأكاها جست هكا نقرصها هكا طريف على الجنبات وأكاها هذا شكل العجينة نتاعي ونحطها في الطبيق. نعملك عيبة أخرى قدامك سهلة ريتو تحب عاد الخبز هذا تحشيه باللي تحب انت شوية خروحك حطوا شوية كافيرينا منكثروش برشا أما اللي نحبو هكايا باش الخبز من بعد كتير نجم نحط فيها اللي نحب مالح ولا حلو الصبيح طريف معجون طريف شوكولاتة اللي تحبو نتوما تنجمو تهزوهم هكاكا وتعمروهم في البحر ديما أنا مش بطي في البحر نعرف توا وقت البحر نجمو نهزوهم معانا للبحر خبيزات يبداو سخان على محليك نشويها هذه شوية منوصلوش للاخرة ونبدا ندور فيها شيء سهلة مهلة تحبوا تدوروهم تحب تخليهم كيما تحبوا نتوما تخليهم هكا طويل كيما تحبوا اش رايك محليهم نمشي توا نحطهم في الطبق عمرهم لكل الساعة ونحضر ونرجع لكم باش ما نطولش عليكم. هنا باش نحط شويه نسكافيه في الاصفر العظم وحطيت معاه شويه حليب ينكه لي الخبز نتاعي ويفوحو تو نذوب هكا طرف النسكافيه في وسطها وندهن بيها تو الخبز نتاعي هكاها خليه تذوب الساعة تو هنا باش ندهن تو الخبيزات نتاعي انا ولا لونه بني بريحه النسكافيه وتحب تعمل اصفر العظم نقولوا احنا من غير نسكافيه وحليب ما تعملش حط قطره خل وكهو
باش يعطي لون مزيان ونكهة حلوة رينا. وما اللي يحبوا خبز حلو يحط في وسط العظمة والحليب شوية سكر فانيليا، اللي يحب خبز حلو أماني ليه منيش باش نعملو، بالك ما يلحب كل مرة كيفاش نحب، مالا شنو هكا نعبيوه هكا لداخل باش يقعد لاصق في وسط التشريفة. ونكمل توا ندهن ونمشي نحطهم في الفوق، باش نحطهم على 180، حطهم في الطبق الوسطاني في دقيقة يتيبو، حكيت نقولو 10 دقايق ويتيب في ساعة يحضرو. هذه هالخبيزات حتى كيف يتيبو تنجم تخبيهم راه ما يجرالهم شيء. قوم الصباح تسخن ولا العجينه كيما تحبوا نتوما حسين. هاي نكمل ما نطولش عليكم باش نزينهم كان بالجلجل. والسلام عليكم، نرجع كيف يتيبو خبيزاتنا لبني. هاني عبيتهم خاصه في وسط التشريفه باش تزيد تلصق هكذا بالزيها. هذه هاني شبعت جي تعمل ريحة فيه وحكا النسكافيه، عرفت مد الجلجلين وكها يزي جلجلين. يعني نحب جلجلين، تحب تعمل لوز مهروش هكا من فوق حط، ولا مش لازم جملة تيبو لابس عليه ما يجرالهم شيء. عاه نمشي توا ندخلهم للفوق ونرجع لكم عاد كي تيبو الخبيزات نتاعنا. نعود بعد الفاصل. كملنا الخبز نتاعنا وطيبناه وحضرناه في سفيسه ما شدش برشا وقت، حكيت 10 دقائق هكا ويتيب بنين برشا ريحته. ما نحكي لكمش شكون شكر العروسه وجيني مورق هكا من الداخل، شوفوا محليه ومزينه وارتبوا على محليه ارتب خفيف يجيكم مورق ومزيان. ما بقى توكل نقولكم في ضمان تربي باش نسلم عليكم، نعدي ان شاء الله تعديو نهاركم هكا مزيان وتعملوه بالمعجون بالشوكولاته باللي تحبوا نتوما، ودي نجم يجي زاده في وسطه حاجه مالحه كيما تحبوا. كان عجبكم هكا الفيديو ما تبخلوش عليا، كان عجبكم لكن الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناه كان نتوما اول مره تزوروها وتدخلوا لقناتي، مرحبا بكم اشتركوا في قناتي تشجيع عليا باش نقدم ما احسن وما خير. ما بقى توا كي نقول لكم خليكم في ضمان تربي وباي باي في وصفه جديده. باي.